أوروسكوب مع داليا. بونجور أصدقائي المستمعين. يقال ليس الشديد بسرعة إنما الشديد الذي يمتلك نفسه عند الغضب، ومين منا ما بحب امتلاك نفسه بحالة الغضب والتوتر، والأكيد إنه عليك امتلاك الإرادة القوية. أما هلأ فمننتقل للأبراج والبداية مع برج الحمل. بتعود لصفاتك المعتادة وقدرتك على العمل والعطاء، ولكن بينصحك الفلك بالانتباه للأمور المفاجئة. ما تفسح المجال أمام التدخلات الخارجية، وحاول إعطاء بعض الوقت الإضافي للعائلة والحبيب. برج الثور. تنصب اهتماماتك لعلاج القضايا المالية العالقة، وبتحاول العمل خلف الستار. تشعر بأنك غير قادر على احتمال تصرفات الشريك، بينصحك الفلك بالتحاور معه وشرح وجهة نظرك. برج الجوزاء. حافظ على أسرار العمل وما تبوح فيها لحدا، وما تخلي حدا يحبطك بل ثابر وبتوصل. تجمعك الصدفة مع أحد الأشخاص اللي بتشعر تجاههم بالإعجاب الشديد، انتبه إذا كنت مرتبط. برج السرطان. بتكون على موعد مع مكافأة أو نجاح كبير وبتشعر بالثقة بالنفس. تتقرب من الشريك أكثر من المعتاد، الأمر اللي بيخليه يشعر بالطمأنينة اللي كان عم يفتقدها. برج الأسد. بيلاحقك الحظ وين ما اتجهت وكيف ما اتجهت على الصعيد المهني، بشرط المثابرة وعدم التكاسل. عاطفياً بحث عن السبب الحقيقي لتصرفات الشريك الأخيرة وبتلاقي إنك السبب الأساسي. برج العذراء. ما تكون متسرع بالحكم على الآخرين واستباق الأحكام، أعطي الفرصة للتعبير عن أرائهم والمناقشة وبتلاقي أفكار جيدة وبتعجبك. ما تبحث عن المشاكل مع الشريك، بل على العكس اسعى للاستفادة من الأوقات الحلوة اللي بتزكي قلبك وقلبه. برج الميزان. تتيح أمامك الفرصة اليوم للاهتمام بالأوضاع المهنية كما يجب، وبتلاقي الطرق والأبواب مفتوحة أمامك. تنشد الأمان والاستقرار بالقرب من اللي بتحبهم، وبتبتعد عن المغامرات اللي بتسيء لعلاقتك بالحبيب. برج العقرب. بتكون الأيام المقبلة مليئة بالمفاجآت السعيدة، وبالأخص بسبب التبدلات الكتيرة اللي بتلوح بالأفق. أما بخصوص القلب، فبيسهل عليك اتخاذ القرارات لجهة المصالحة وتلطيف الأجواء مع الشريك. برج القوس. تجعلك الحركة الدائمة أكثر إيجابية وحماس، فما تحاول أنك تتكاسل بل اسعى للنشاط والحيوية. تتقاسم مع الحبيب اهتمامات مسلية بتطفي الرونق على حياتكم، إن شاء الله دايما مبسوطين. برج الجدي. بتصادفك اقتراحات متعددة ومواقف متضاربة، بتتعامل معها بحكمة ومنطق وبتمنح كل صاحب حق حقه. عاطفيا بحاول أحد الأشخاص التقرب منك، فما تصده ولا تهمله، ولكن انتبه إذا كنت مرتبط. برج الدلو. ابتعد عن التوتر وتحلى بالصبر، فقريبا بتحصد ثمار أتعابك وبيكون النجاح التألق والتفوق حلفاء دربك. تلتقي اليوم بشخص من الجنس الآخر تشعر نحوه بالحب من النظرة الأولى. برج الحوت. بيوجه أحد الزملاء الانتقادات لمشروعك الأخير، ولكنك بتتقبلها بطريقة ودية وروح رياضية. أما من الناحية العاطفية، فبينصحك الفلك بالتخفيف من ملاحظاتك للشريك، فهو عم بيحاول جاهدا لكسب حبك واهتمامك. مع برج الحوت منكون وصلنا لختام فقرتنا سوا. أنا بدي ودعكن على أمل أني لاقيكن بكرة بنفس الوقت، فكونوا على الموعد. باي باي. أوروسكوب على الشرق الأوسط 1450 AM.